الله ايام كلها خير وسعيده على مصر باذن الله. يا رب ان شاء الله. اخبار الشوارع ايه النهارده والمحاور الرئيسيه هو الحمد لله طبعا والكثافات؟ النهارده يوم اقل في كثافته من الايام العاديه، من ايام اي خميس مضت سابقه بالنسبه للقاهره. طبعا عندنا نستعرض اهم المحاور اللي تشهد كثافه اقل من المتوسطه، هقول من البدايه محور اكتوبر يشهد كثافه في القادم مدينه نصر ومصر الجديده، تبدا من الوصفه المعلقه وحتى اعلى ميدان رمسيس، ما بعد ذلك بالنسبه لميدان ما بعد اعلى ميدان رمسيس حتى منازل الجيزه يعمل بشكل جيد الحمد لله. القادم مناطق الجيزه اتجاه القاهره يعمل بشكل جيد عن طريق اكتوبر ايضا. القادم عن طريق كوبري الجلاء اتجاه القاهره ايضا مناطق الجيزه يعمل بشكل جيد حتى الان. كافه المحاور على مستوى القاهره حتى الان تشهد كثافه اقل من المتوسطه واقل من المنخفضه، ابرزها طبعا هيكون محور اكتوبر ومحور صلاح سالم. محور صلاح سالم الكثافه تبدا من بعد المنطقه اللي ما بعد اسفل الفنجري حتى منطقه مدخل نفق العروبه، ما بعد نفق العروبه الطريق مرضي تماما حتى مناطق المطار، والقادم من المطار اتجاه مناطق صلاح سالم يعمل بشكل جيد حتى منطقه مدخل نفق المرغني ايضا، دي المنطقه اللي فيها تجميع او فيها كثافه، ما بعد ذلك محور صلاح سالم يعمل بشكل جيد حتى الان. وان كان نفق الازهر هيكون بديل جيد في القادم ومتجه لمحور اكتوبر. احنا بس عندنا عايزين نشير من خلال حضراتكم ومشاهدين حضراتكم بالنسبه لنفق احمد بدوي القادم من شارع الترعة اتجاه مطلع اكتوبر، في غلق للجزء دوت من النفق نتيجه اعمال صيانه كانت خاصه بالنفق بالامس، الاعمال دي مستمره لحد يوم 29 نتيجه تسرب مياه داخل النفق فتم غلق النفق وبيتم الاصلاح. فالقادم من مناطق شبرا والترعة واحمد متجه لمنطقه احمد بدوي عشان يطلع مطلع اكتوبر يتم الاستكمال على طول في شارع شبرا والدخول يسارا اتجاه محور رمسيس، وما يتمش العوده اتجاه شارع الترعة عشان ياخد مطلع اكتوبر اتجاه مصر الجديده او مدينه نصر، لان النفق بتاع احمد بدوي مغلق في هذه المنطقه. وعشان نخفف الكثافه لان احنا امبارح كنا مشغلين نفق الفرده واحنا مشغلينها اتجاهين، فدي طبعا امبارح كان اجازه فديت مش هينفع النهارده او مش هتكون مجديه لانها هتاثر على الاتجاهين بالنسبه لنفق احمد بدوي. فهيتم عدم استكمال اتجاه نفق احد من البدوي القادم مناطق شبرا مناطق الخلفاوي وشارع الترعه ومتجه لمحور اكتوبر مصر الجديده ومدينه نصر من عدمه او عدم الاستكمال اتجاه محور احمد بدوي والاستكمال اتجاه محور رمسيس او مسطح ارض كوبري رمسيس اتجاه اكتوبر. ده ابرز حاجه موجوده عندنا في القاهره بالنسبه للتحويلات او الغلق نفق احمد بدوي فقط. احنا ان شاء الله احتمال تبدا النهارده بالليل الساعه 1 صباحا اعمال الاصلاح الخاصه بفواصل اكتوبر متجه لمصر الجديده ومدينه نصر في منطقه الوصله، الثلاث فواصل دول الشركه من الاسبوع اللي فات قالوا انهم هيبداوا ان شاء الله فيهم الاسبوع دوت الساعه 1 صباح اليوم حتى صباح يوم السبت الساعه 6 صباحا هيتم اصلاح الفواصل، فدي هتكون لها تاثير على القادم من مناطق الجيزه اتجاه القاهره، بس ده هيبقى بكره مش هيبقى النهارده التاثير دوت. احنا ان شاء الله مع حضراتكم مستمرين باذن الله. هنوصي حضراتكم ان شاء الله لو في اي تعديلات اخرى خاصه بالنسبه للاصلاحات الموجوده على مستوى مدينه القاهره.